خلال بقى وجود إيريك تراوري في نادي مصر المقاصة، كان خلال كل فترة انتقالات صيفية أو شتوية كان على طول دايما إيريك تراوري رايح النادي الأهلي، وأنا متأكد إن هو كان وقع مرتين للنادي الأهلي. فعلا إيريك تراوري وقع مرتين للنادي الأهلي، مرة في وجود الدكتور عصام سراج الدين ومرة في وجود الكابتن محمد فضل. طب إيه اللي حصل ما تمتش ليه ولا مرة؟ ما أعتقد يعني في دكتور عصام سراج أو كابتن محمد فضل كانوا ساعتها هم المسؤولين عن التعاقدات في النادي الأهلي. أيوة بس هم بياخدوا الأوردر بتاعهم من المدير الفني أو من اللجنة الفنية. اللجنة الفنية في النادي الأهلي. تمام. أول مرة كان بترشيح من الكابتن عماد النحاس، والموضوع يعني كابتن عماد النحاس هو ده رشحه للنادي، رشحه المسؤولين النادي الأهلي. حلو. وخدنا خطوات وقعدت مع الدكتور عصام واتفقنا على كل حاجة. تمام. وبعد كده النادي الأهلي خد طريق لعيب تاني. طب هو كان ساعتها الاتفاقات ايه بقى في مع المقصر المقصة؟ كان وقتها الاتفاقات بين الاهلي وإيريك تراوري، كان مرحله بقى مصر المقصة. انا يعني ما كانش لسه وصلت لمرحله مصر المقصة، بس هو كان إيريك خلاص وقع واتفق على فلوس وكل حاجه. كان باقي بقى اتفاقات بين مصر المقصة وما كملتش في الاهلي. كان دايما ساعتها الفتره دي كان دايما في لعيبه دايما بتروح من الاهلي مصر المقصة، عاره بيع وصفقات. هي العلاقه بالناديين كان على اعلى مستوى. تاني مره دي بقى فعلا دي كانت يعني دي المرحله بقى اللي كانت فاصله، وكان فعلا الكابتن محمد فضل يعني عمل مجهود كبير، وقعدنا واتفقنا وكلم نادي مصر المقصة ان مسؤول تاني في النادي الاهلي فضل ان هم يجيبوا جيرالدو، وسافر ساعتها الباشمهندس عادل القيعي انجولا. طبعا الموضوع كان معروف يعني خطوه بيراميد. هل في كان في مفاوضات مع نادي الزمالك؟ اعتقد مره ان حصل فيها كان برضو في اتفاق مع مسؤول نادي الزمالك وقتها، بس كان عامه نادي الزمالك كان اعتقد كان في حاجه يعني ما كانش امورهم مع نادي مصر المقصه ما كانش كان في فلوس وكان بس كان اللاعب وقع برضه للزمالك؟ لا 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 وقع. هي كان قاعده واتفقنا واتكلمنا بس ما حصلش حاجه. تمام. نادي بقى اللاعب نفسه بقى كإيريك ما مثلا قعد مع الاهلي مرتين والموضوع ما تمش، بيتكلم معاك بيقول لك ايه؟ او يبقى شعوره ايه ساعتها؟ هو إيريك كان عنده رغبه انه يلعب في النادي الاهلي ويعمل حاجه كبيره مع النادي الاهلي كمان، لكن هي في الاخر توفيق وعدم توفيق بقى ونصيب في الاخر يعني. تمام. جت خطوه بيراميدز بقى، ايه اللي حصل في خطوه بيراميدز؟ عشان بيراميدز ده فجاه إيريك تراوري بقى بيراميدز. ساعتها اللي طلب إيريك بالتحديد كان الكابتن حسام حسن. حسام حسن كان وقتها ماسك مدير فني نادي بيراميدز. حلو. وطلب من سياده المستشار تركي آل شيخ انه يتعاقد مع إيريك تراوري، لان كان وقتها بيراميدز ما بيجيبش اجانب من الدوري المصري، فإيريك ده كان يعني الحاجه الوحيده الاجنبي الوحيد اللي جابوه الدوري المصري. طب الفتره دي الاهلي كان برضه عايزه؟ كان الاهلي، ما هي في الوقت اللي الاهلي اتحرك في جيرالدو في نفس اليوم كان بيراميدز اتحرك في إيريك تراوري.